السلام عليكم وبركاته، كيف حالكم؟ شاشاتك تمام. مقطع اليوم راح نفتح بطل تشيستر ومطيعكم مقدمة سلك واشتراك، وخلونا نبدأ. في البداية عندنا كثير جوائز، خلونا نروح لوش المتجر، خلونا ناخذ المكافأة على السريع وافتحنا البطل. ما مكتوب لنا البدء، خلينا نشوف وش قصدهم. اوكي، مال طريق الشهرة. اوكي خلاص، الحين حاليا خلصت المسار الابطال، عاد الحين طريق للشهرة. اوكي خلاص، فتحت كل الابطال، خلاص يعني شيل ليون، راح نشوف البطل الجديد. وخلينا اول شيء نستخدم البطل، وخلونا ناخذ جواز السريع بمنى عشان رقي مرة بالماكس. اوكي خلصنا جميع الجوائز، اعتقد ما راح يكفيه، وعندنا ايضا هنا شوية في البريد. هذا اعتقد راح يصير حاطرق الشهرة، وايضا لنا جايزتين السريع ناخذهن، وايضا راح لك اتحاد خلي اشتري كل شباب مكس البطل في الماكس. اعتقد يكفي هذا الرقع السريع، يعني كل شيء تغير. لا يا اخي مليان، في اشياء كثير. اوكي اسحب علي كثير ذهب ونقاط قوة. حد الحين ما تمكس، بحاول مكسه بطل بقرب بالليفل ماكس. ضيعت كثير ذهب، مفترض اني اشتري قدرة بس للاسف ما اقدر، راح اخذ له فقط الجاجيك. اوكي هذا هو الجيم، خلينا نشوف البطل يعني نوعا ما. اوكي ده بقى مرة عالي. يعني شوف دينا مايك ضرب الاولى، ضرب الثاني جبنا السوبر، خلاص مات. بس اهم شيء انك تطلق طلقات عشان تجي الضرب الثالثة تكون افضل. هذا خلينا نشوف الجهاز، هذا اعتقد سم مثل ايمز. عارفين بطل او بي. اوكي بيضرب لعيبه، وش عندنا اوتيز، هذا بيرفع الضغط. ضمار على طول، شوف هذا كازويل بس نزق فيه وخلاص انتهى الموضوع. والبطل جراي قوي بس لكن عاد لازم يكون من مدى بعيد وليس من قريب. خلص خلص وديس، خلص عليه. ايه كيف عليك؟ بخلع شوية السوبر. هذا مو انا من جمدك، استغفر الله تقول نعم من جمدك. لا انا عندي 7 بارات، ايش بخلي مكمبر هناك؟ يعني نقم بالديناميك يا اخي، تعجبني نقم المره دمج عالي وتنفقع على طول اول ما تطيح في الارض كالعاده. اول ما تشوف هذا البطل روح نزق فيه على طول، بس عاد اهم شيء انك تنتبه تشوف ليفل ماكس، يعني حاول انك ما تضيع باقي الطلقات. هذا احنا اعتقد ليفل 1 وانا ليفل 2. you
اوكي كيك نظام. حلو ذا كم واحد تونا خوش في المكان. ياهو ضيعنا السوق على الفاضي. كم حفر انا موجود. البطل هذا البطل قراي منشر كثير. خلاص انا السريع. يعتقد انها في واحد. بس اهم شيء اني اخلي جهاز الضربة الثانية علشان يكون دمج مرة عالي. بس ايوه تعال تعال تعال. تعال موجود بورات. شيل ايوه خلاص خلي الضربة الثانية على طول. هو واحد علشان ما حيشك في المكان. اعتقد انه حبيجي. يا الله يقرو مش جابك هنا مش عارف مش جاب هذا هنا. قبل ان نختم مقطع اذا كنت فتح البطل اسطوري حاول انك ترفع الحين قبل لا يجي النيرف، لان البطل اذا شاف سوبر سيل يعني البطل مره اوبي راح يجي النيرف في اي لحظه، لان دائما البطل الجديد ينزل لازم يكون اوبي خلاف بعدين راح يجي النيرف. اهم شيء انك ارفع البطل وبس. المقطع بشكل كامل اذا تنسى لايك واشتراك ومع السلامه.